اسألني شو علاقة حمزة نمرة ببينك فلويد فرقة الروك. بينك فلويد بالعام 1979 أنتجوا ألبوم كامل باسم The Wall، يعني الحائط. هذا الألبوم تضمن أغاني واخترعوا شخصية سموها بينك، وهي الشخصية رفقتهن من أغنية لأغنية، من ولادتها لبعدك فاتت على المدرسة، لبعدك راحت عند أهلها، بعدين فاتت على الجيش، فعمليا رفقوها من خلال الأغاني. اللي بدي أقوله أنه المميز كان بفكرة الألبوم اللي هو متسلسل، اخترعوا فيه شخصية وهاي الشخصية كانت الشخصية الرئيسية في الألبوم. مقارنة مع حمزة نمرة، يعني بموضوع الإنتاج، حمزة نمرة في الألبوم الأخير اتناول المكان الجغرافي اللي هو اسكندرية، صحيح. اتناول الحالة الشخصية لإله نفسه، بس كل أغنية مرتبطة بالأغنية اللي قبلها. وكمان اللي مميز إنه بينك فلويد كانوا هن مجموعة اشتغلوا على الأغاني كورشة عمل بالكلام والألحان، وحمزة نمرة عنده شخصين اللي بيشتغل معهم دائما بموضوع الكلمة واللحن بالتعاون معه طبعا، صحيح. فهن زي ما تقول كونوا ثلاثي اللي بيقدموا هالإنتاجات تقريبا في كل ألبوم عم بيكون لحمزة نمرة. مش فارق مين عليا ولا فارق مين معايا،